بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا متابعينا، معكم أنا الدكتور محمد غزال في ضمن مساق أساسيات تصميم الواجهات. وصلنا في الحلقة السابقة إلى عملية تصميم تجربة المستخدم اللي إحنا وصلنا لإلها كأساس لتصميم أي منتج إحنا رايحين نصممه as a user interface أو منتج آخر. طيب إحنا قلنا بدنا نمشي في المرحلة القادمة أو في المحاضرة الحالية اللي هو كل مرحلة على حدة. بداية سنتحدث اليوم على مرحلة الإنصات. يجب أن ننصت جيدا إلى الفئات المستهدفة، أهداف الإنصات، طرق الإنصات، لماذا سننصت. هيا لنتعرف عن مرحلة الإنصات. اليوم نتكلم انه يجب ان نجلس يا جماعة مع المستهدفين. اليوم انا بدي اتعرف منهم المستهدفين، اصنفهم الى فئات، بدي اتكلم حتى لو كانوا صغار او كبار، نساء، رجال، هؤلاء جميعا يجب ان يتم التعرف عليهم والجلوس معهم والانصات اليهم بطريقة او باخرى. العديد من الطرق التي سنقدمها في هذا الدرس وفي دروس قادمة، هنا سنتكلم بالإجمال ولكن في التفصيل سيكون في فصل قادم على أدوات جمع المعلومات والإنصات إلى الجمهور. ولكن هذا يقدم لنا مهمة جدا أو نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن المستخدمين أو المستهدفين يعلمون احتياجهم حق المعلومة. يعني هم الآن ما بيقدروا عبروا عن أنفسهم، ولكن هم يعلمون ماذا يريدون. لذلك يجب أن نحسن استنطاقهم، يجب أن نحسن الاستماع إليهم وأن نجعلهم يعبرون عن أنفسهم بطريقة سلسة وسهلة. لذلك هذه المرحلة مرحلة مهمة، إذا أسندت إليها أدوات وإذا طبقت بعناية فائقة فسيصل المصمم تجربة المستخدم إلى الاحتياج الحقيقي لهذا الجمهور. لذلك يجب أن نتماهى مع الجمهور في الجلوس معه والإنصات له، يجب أن نقدم ونؤخر في الأدوات حسب رغبة المستخدم. اليوم المستخدم بيحب المقابلة، بأقابله. المستخدم بخاف من المقابلة، لا، بستخدم أداة غير المقابلة. ممكن بيقدرش يعبر عن نفسه من خلال الكتابة، بده يكتب يوميات معينة، لا، ممكن أنا أراقبه وأراقب سلوكه في هذا الإطار. أصبح اليوم يجب أن أحسن استخدام الأدوات التي تتنوع في هذه المرحلة وستكون معنا من خلال إجراء مقابلات. ممكن أن نستخدم ورش عمل خاصة، ممكن أن نستخدم فوكس جروب والمجموعات البؤرية، ممكن أن نستخدم الاستبانات واستطلاعات الرأي وكذلك جلسات العصف الذهني. كل هذه أدوات سنتعرف عليها في دروس قادمة، سنتعرف على كيفية إدارتها، على المزايا التي تقدمها وكذلك مساوئ كل طريقة من هذه الطرق. طيب الآن ندخل شوية على نموذج، وهذا النموذج مهم جدا حتى يكون هو الأساس لأي مصمم تجربة المستخدم ويستخدمه في عملية الإنصات والتعاطف والتعرف على الجمهور. لاحظوا معايا، إحنا على أساس نحقق العملية هذه في عندي أربع بنود، يعني في عندي أربع توجهات. أول توجه، يجب أن نلاحظ ونتابع ونستمع استماع حقيقي لجمهورنا المستهدف. كيف نلاحظ؟ ممكن أن نتتبع سلوكه على البيهيفير، على أدوات التقنية مثل اللي هو جوجل أناليتكس. في عندنا برضو الخرائط الحرارية، في عندنا أدوات موجودة فعليا هنتكلم فيها برضو جميعها. يجب أن نلاحظ، ممكن أن نشاهد، أن نلاحظ يوميات معينة، أن نقف في هذه المؤسسة ونراقب حركة هذا العميل أو هذا المستهدف من المستخدمين. طيب اليوم هذا الملاحظة، يجب أن أبدع في أدوات الملاحظة والمتابعة والاستماع لهؤلاء الجمهور. هذه واحدة. الأمر الآخر، يجب أن نقدر جمهورنا كثيرا. كيف نقدر جمهورنا؟ نقدم له الاحترام والتقدير.
نقدر بأن نأخذ معه المواعيد المسبق، نقدر بأن نسمع إليه على أفضل الطرق التي يود أن نستخدمها معه في المقابلة أو في أدوات أخرى، نقدر من كإنسان، كإنسان له قيمة، كإنسان له اعتبار، كإنسان له نحن موجودين هنا في تصميم تجربة المستخدم حتى ننتج هذا المنتج ويكون هذا المنتج لك ويسهل عليك أعمالك ويقدم لك الأفضل. فيجب أن تكون أسلوبنا مع هؤلاء الناس أسلوب فيه من الاحترام والتقدير حتى يعطونا ما يريدون، وحتى نصل من خلال هذا الاتصال إلى احتياجاتهم والمشاكل التي يعانون منها. هنا يجب أن نتفهم مشاعر الجمهور. اليوم أنا رحت أقابل هذا الجمهور، أقابل هذا الفرد أو هذه المجموعة من الناس. إذا أنا اليوم مش مقدر مشاعرهم سواء بالأداة اللي حاب أستخدمها، أنا أسأت استخدام الأدوات. اليوم بقدر مشاعرهم من خلال أعرف ما الذي يزعجهم وما الذي يفرحهم. اليوم مصدر الإزعاج تبعك أيها المستخدم، أنا استخدامي لهذا التطبيق يزعجني لأنه بأخر عمليات التسجيل مثلا، استخدامي لهذا الموقع يسبب لي الأرق لأنه في عندي هناك في خلط في الألوان، أنا ما بقدر أقرأ من هذا التطبيق، أصبح اليوم أنا يجب أني أستنطقهم من مشاعرهم. اليوم هذه المشاعر تجاه المنتجات مهمة جدا للتعرف عليها. يجب أني أنا أتعامل مع المستهدف اللي أنا رايح أجلس معه وأنصت له وأخذ المعلومات سواء بالأداة اللي أنا هستخدمها معه أو من خلال شعوره لمنتجي. أنا رايح أقيم منتج معين، هذا المنتج يجب أني أعرف هل هذا المستخدم يفرح عندما يستخدم المنتج أو يحزن عندما يستخدم المنتج، ما هو السلبي وما هو الإيجابي في المشاعر تجاه هذا المنتج. إذا عرفت ذلك سنعزز المشاكل بحلول، وإذا عرفنا الإيجابيات سنعززها أيضا بحلول. في كلا الحالتين، وفي كلا الحالتين بتكلم قاعد مشاعر إيجابية تجاه منتجنا أو مشاعر سلبية تجاه منتجنا، في كلا الحالتين سنعزز منتجنا وسنقدم منتج يوزابل ومنتج قابل للحياة تجاه هؤلاء الجمهور المستهدف. آخر نقطة بنتكلم فيها تواصل ثم تواصل ثم تواصل. كيف أتواصل؟ لك الحرية، تتواصل فيس تو فيس، تتواصل من خلال زيارتك الميدانية، تتواصل من خلال الهاتف، من خلال الواتس آب، من خلال أي وسيلة كانت هذه، يجب أن تتواصل حتى تتفهم الجمهور جيدا. وإذا ما استطعت بالفيس تو فيس أو بالمقابلة الميدانية، يمكن أن تتقابل معهم عبر أدوات مختلفة، منها الزوم، منها الواتس آب، منها وسائل الاتصال، ممكن الرقابة عن بعد، كل هذه أدوات موجودة ومتوفرة في عالم السوشيال ميديا المنفتح. هنا أنا بقدر أتواصل من خلال الأربع نقاط إلى نموذج، إذا اتبعنا هذا النموذج فإننا سنحقق مرحلة تعارف ومرحلة إنصات ومرحلة جمع معلومات عن هؤلاء الجمهور المستهدف، وستكون بداية موفقة في تجربة مستخدم توصل إلى تصميم جيد وتصميم يقابل للحياة. أتمنى يكون هذا الدرس سهل، وأتمنى يكون إحنا وصلنا للفهم المطلوب. انتظرونا في الدرس القادم، سنتعرف على مرحلة التحليل في تصميم تجربة المستخدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.